نور، من أين أبدأ الحكاية؟ مرحبا عمو عروة، شلونك؟ رح اليوم نحكي لك عن الدمار اللي بسوريا عم بيصير. في كثير اللي عم بحاول أني من البداية أعرفه. شلون بتصير مسألة القتل مسألة عادية؟ إنه مين هنوي نحن؟ يعني اللي قاعد باليابان اشتغلوا أزرق هو بتحمل همومي وزرقه رح تحارب الكل؟ قدر استطاعتي حلب فاضية تماماً والنظام عم بيتقدم وجزء من صمود بعض الفصائل هو مرتبط بأجندات مجرد انك تلعب على هالوتيرة هاي او تتطرق لهالموضوع هذا هاي قضية خسراني معك طول ما في حياة في قتال في صراع على البقاء